حلوة لسه ما خلصتش على فكرة. المنتخب الوطني بقى للمصارعة هنا رجال وسيدات فعلا فعلا زي ما بيتقال كده، حاجة تفرح، نماذج مشرفة جدا لمصر. الحكاية كمان ان هم يعني شاركوا مؤخرا في منافسات التصفيات الإفريقية هنا المؤهلة لإيه بقى، لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 اللي أقيمت في تونس، وفي 8 منهم تأهلوا الحمد لله لأولمبياد طوكيو. امبارح البعثة عادت من تونس وحرص دكتور أشرف صبحي كعادته وزير الشباب والرياضة على تهنئة. وكمان عايز اقول لحضراتكم كان في وفد رسمي من الوزاره في استقبالهم بالمطار. يعني انا بشوف ان اللمسات دي وان كانت البعض قد يراها يعني حاجه عاديه، ايه يعني الوزير هناهم، ايه يعني وفد من الوزاره راح، على فكره لا، الكلام ده او المشاهد اللي احنا بنشوفها دي ما كانتش موجوده زمان. المشاهد اللي انت بتشوفها دي بتؤكد قد ايه دلوقتي انت بتتكلم عن ان في دوله بتهتم وبتدعم الرياضيين بتوعها اللي بيروحوا بيمثلوا مصر في الخارج. فحاجه كانت جميله، ومره تانية بنقول لهم مبروك وان شاء الله كل التوفيق كده، واسم مصر يعني يكون في كتير من البطولات الدوليه باذن الله تحديدا في الأولمبياد. استقبال السيد وزير الشباب والرياضه لاي بطل لاي فريق راجع من بره في اي منافسه عالميه واخد مراكز متقدمه مش بس بيكون تكريم يعني للاشخاص المعنيين او للرياضيين اللي راجعين من بره وفايزين ومعاهم كؤوس وميداليات، ده كمان بيكون حافز وملهم لاجيال تانية بتتفرج على لحظات التكريم دي وبتتمنى ان هي كمان تتكرم بنفس الصوره وبنفس الكيفيه في يوم من الايام فيشتغلوا على نفسهم. يعني برضو فيها حافز الى حد كبير. وطالما بقى في تغيير يا طبعا طبعا لا مفيش شك في النقطه دي. طالما بقى فتحنا باب الكلام عن اللاعبين المؤهلين لاولمبياد طوكيو، عايز اقول لحضراتكم خلال التصفيات حقق الميداليه الذهبيه في ميزان تحت 60 كيلو مصارعه رومانيه اللاعب هيثم فهمي، وفي ميزان تحت 67 كيلو لم تشارك مصر نظرا لتاهل كيشو لاعب المصارعه الرومانيه، وده اللي تاهل بالفعل في التصنيف العالمي منذ عام 2019. اما في ميزان تحت 77 كيلو حقق اللاعب وائل حمدي الميداليه البرونزيه. من ضمن كمان انت دايما تقطع عليا وانا بشرب، يعني لا انا اللي بقطع وانا اللي بقطع، ما اديني فرصه طول شويه لما تلاقيني في ضمن كمان من ضمن المصارعين اللي تاهلوا. خليني اقول لحضراتكم اللاعب محمد مصطفى هو حقق الميداليه الذهبيه في ميزان هنا تحت 87 كيلو، مصارعه برده رومانيه، واللاعب محمد جبر الميداليه البرونزيه في ميزان تحت 97 كيلو، واللاعب عبد اللطيف منيع الميداليه الذهبيه في ميزان هنا 100 تحت يعني 130 كيلو مصارعة رومانية. كل التوفيق يا رب ليهم مرة تانية. مش بس كده، كمان من ضمن اللاعبين اللي تأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية اللاعبة سمر حمزة وزن 76 كيلو جرام، واللاعبة إيناس خرشد وزن 86 كيلو جرام، واللاعب ضياء جودة وده طبعا تأهل عن وزن 125 كيلو جرام، بالإضافة للاعب عمرو الرضا وزن 74 كيلو جرام. مرة تانية مبروك، يعني خلينا نقول لحضراتكم أنتوا نماذج مشرف لتمثيل مصر في دورة هنا الألعاب الأولمبية المقبلة بإذن الله. وبننتظر بقى منكم يعني تحقيق ميداليات أولمبية بعد أكيد النتائج المشرفة اللي احنا شفناها دي خلال كمان المنافسات الإفريقية.